المعنى المصري في سنة 55 45 35 كان بيتكلم على فكرة انه الحاكمية لله، كان بيتكلم على تطبيق الشريعة، كان بيتكلم على الحجاب كمحجب، هل كان بيتكلم عن تطبيق الحدود، هل كان بيقول انه الخلافة هي الحل، هل كان بيقول الإسلام هو الحل؟ لا، إذا أنت مش محتاج حاجة خالص غير أنك ترجع إلى ما كنت فيه.